أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد أحمد مرسي حرصه على المتابعة الدورية لمختلف المشروعات التي تنفذها الجهات التابعة للوزارة، وذلك في إطار الاستعداد لاستضافة مصر للدورة 27 من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 27 بشرم الشيخ نوفمبر المقبل. وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الوزارة تتعاون من ناحية أخرى مع محافظة جنوب سيناء لتنفيذ مشروع أعمال الحديقة المركزية بمدينة شرم الشيخ في إطار الاستعداد لاستضافة مصر للمؤتمر. اختتمت فعالية المشاركة المصرية بالدورة 46 لمعرض دار السلام الدولي، والذي عقد خلال الفترة من 28 من يونيو حتى 13 من يوليو الجاري بتنزانيا. وأكدت وزارة التجارة والصناعة أن مصر شاركت بجناح مقام على مساحة 360 متر مربع وبمشاركة 25 شركة وهيئة مصرية في مجالات الصناعات الهندسية والكيماويات والملابس الجاهزة والجلود والأثاث، إلى جانب منتجات خان الخليلي، بالإضافة أيضا إلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتكون بذلك أكبر الدول المشاركة بالمعرض من بين 21 دولة مشاركة بفعالية المعرض. قام رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة عباس الشناوي بالمرور على الزراعات الصيفية بمحافظة كفر الشيخ للإطمئنان عليها، خاصة محاصيل القطن والذرة، وأيضا متابعة إجراءات منع التعدي على الأراضي الزراعية بالمحافظة. وفي سياق متصل أكد رئيس الإدارتين المركزية لإنتاج التقاوي والمركزية لفحص واعتماد التقاوي أن الإدارتين تواصلان العمل خلال إجازة العيد استعدادا للموسم الشتوي مبكرا، وذلك بتوفير التقوي الحكومية المعتمدة والمنطقة عالية الجودة والإنتاجية، وفي مقدمتها محصول القمح الاستراتيجي. وإلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي سعر شراء وصل اليوم إلى 18 جنيها 81 قرشا، وبالنسبة لسعر البيع 18 جنيها 93 قرشا. نصل اليورو سعر شراء 19 جنيها 18 قرشا، وسعر البيع 19 جنيها 30 قرشا. بالنسبة للجنيه الاسترليني سعر الشراء 22 جنيها 53 قرشا، وسعر البيع 22 جنيها 68 قرشا. نبدأ بالعملات العربية. بالنسبة للدرهم الإماراتي، والذي وصل سعر الشراء اليوم إلى 5 جنيهات 12 قرشا، وسعر البيع 5 جنيهات 15 قرشا. والريال السعودي أخيرا سجل سعر شراء وصل إلى 5 جنيهات وقرشا واحدا، وسعر البيع 5 جنيهات و4 قروش. من أسواق العملات إلى أسواق البترول العالمية، حيث تراجعت أسعار النفط متعافية من موجة البيع المكثف أمس، وذلك على الرغم من زيادة في مخزونات الخام الأمريكي. وتراجع خام برنت بنسبة 47%، وسجل سعر وصل إلى 99 دولارا وسنتين للبرميل. وأيضا تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 14%، وسجل سعر وصل إلى 95 دولارا 71 سنتا للبرميل. أيضا امتدت التراجعات لأسعار المازوت وتراجعت عالميا بنسبة 68%، ووصل السعر إلى 3 دولارات 64 سنتا لكل لتر، في حين وفي المقابل ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 9.25%، ووصل السعر إلى 6 دولارات و73 سنتا لكل مليون وحدة حرارية. تراجعت الأسهم الأوروبية في ختام التعاملات، وانخفض مؤشر داكس الألماني بنحو 1%، كما تراجع مؤشر كاك الفرنسي بنحو 73%، في حين هبط مؤشر فوتس البريطاني بنسبة 51%، وتراجع مؤشر ستوكس الأوروبي بنحو 90%. تراجعت معظم أسواق الأسهم في الخليج مع ترقب المتعاملين لبيانات التضخم الأمريكية لشهر يونيو، والتي جاءت مرتفعة سعيا لإشارات على حجم رفع الفائدة الأمريكية هذا الشهر. وانخفض المؤشر الرئيسي بالسعودية بنسبة 1.1%، مقتربا من أدنى مستوياته في 6 أشهر. وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة دبي 0.5%.
وفي أبو ظبي أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة على انخفاض وصل إلى 8%، في حين هبط المؤشر القطري 1.7%. أعلن البنك المركزي الكندي رفع سعر الفائدة نقطة كاملة بنسبة 1%، وتعد هذه هي الزيادة الرابعة على التوالي في أسعار الفائدة منذ شهر مارس الماضي، إذ يعتبر بنك كندا في مقدمة البنوك المركزية التي تتخذ خطوات في إطار زيادة أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم. وفي أسواق النقد الأجنبي ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في 20 عاما مقابل سلة عملات، وتجاوز اليورو بعد أن أظهرت بيانات أمريكية أن تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع إلى أعلى مستوى في 40 عاما ونصف العام في يونيو، وانخفض اليورو إلى 99 من 100 دولار متراجعا عن العملة الأمريكية لأول مرة منذ ديسمبر 2002 قبل أن يرتفع إلى دولار. انتهت جولتنا الاقتصادية مشاهدين، عودة مرة أخرى إلى نهى توفيق ورغدة أبي وليلى. إليك، شكرا جزيلا لك آية.